لو انت هتحكي فتره اقامتك في مصر، ايه اكتر مواقف طريفه شفتها وفاكرها قوي؟ كوميكاس يا كوميكاس تنجو دوس عندي كاتين حلو قوي. صلوا على النبي. فكرت بواحده فيهم. عندي موقفين. una cuando bueno yo me mudé no pero una un día voy a un gimnasio. رحت الجيم. estaba dentro de la del في الكومباوند اللي انا قاعد فيه في جيم. y había un joven في شاب un físico عنده قوي جدا وعضلاته متقسمه عضلات كبيره جدا وبيبدا يلعب ايه بالجيم عمال يلعب يشيل وزن. فانا دخلت انا وانا بصيت عليه وانا عجوز انا شخص عجوز ببصيت عليه قلت له جود مورنينج جود مورنينج انا هو بس في الجيم هو ساب الوزن بتاعه وابتدى يعمل تمرين تاني غير البنج يعني فانا رحت جبت اوزان زياده بدات احطها على الوزن اللي هو الولد كان بيلعب بيه الشاب القوي بيلعب بيه بدات احط زياده اوزان زياده احطها فالراجل بص الشاب بص قال ايه ده هيلعب على الوزن اللي انا كنت بضيع العجوز ده هيلعب اضعاف اللي انا كنت بلعب بيه حطيته الضعف اللي هو اللي حطه اصلا كان بيلعب بيه وانا حطيت كده ايه قعدت دمت على الايه عشان اكني ايه هشيل يعني فبدات اضحك عليه وهو ابتدى يضحك يبص فابتدى يحضني وراح واخدني بالعرض قال انت هتشيل دي ازاي عجوز ومره تانية ساعه الصوره مره خرجنا من المول ناس كتيره جدا ابتدت تجري عشان تتصور معانا فجه واحد لقى الناس بتتصور فجه فابتدى يبص من بعيد لقى الناس كتير بتتصور فهو واقف قال لك حاجه ببلاش ده بيصوروا قال لك حاجه مهمه فابتدى واقف عشان يتصور معاه فقلت له انت عارف انا مين؟ هو ما كانش يعرف انا مين اصلا فقال لك ايه هم الناس دي بتتصور فانا فاتصور انا كمان دي كل نمبر ده اي حاجه في السكه وقال اسم مدرب تاني خالص في بعض المواقف حصلت لي كتير كده كوميديا يعني الراجل ده وفي الاول طبعا لما انا بسوق مثلا ويبداوا يزمروا لي هو هناك طبعا الكلاكس ده لو انا ضربت الكلاكس يعني انت غبي او انت شتيمه هنا انتوا هم بيديك كلاكس عشان يحييك او بس ان هو معدي من جنبك يعني فانا اول مره هم بيبداوا يديك كلاكس فابدا الف وابدا اشتمه انا كمان واغضب معاه فهو يقول لي ايه ده انا ما فيش حاجه يعني فبدات لقيت ان دي طريقه الله ينور عليك انها طريقه للسلام للتعديه بس يا عيني يا ابني اتمرن كتير احتاج تريننج كتير عشان يتعايش مع المجتمع اول ايام كنت خفت اول ايام خفت من ايه؟ دي كيكس اعتمد للمنال كونديسير نو no, سواقه طبعا انه ساعات بيعدي قصادك بشكل او الشخص اللي بيعدي هو بيتمشى وبيمشي بسرعه جدا وساعات بيتكلم في التليفون وبيقول لي هو انا هخبطه ما هو انا هخبطه فهو ما بيبصوش يعني فخفت في اول ايام.